اليوم غنوريكم فين كنت وشنو جبت معايا. ها انتوما جميع المنتجات المغربيه، البارود، الكارطه، الفلامبوز، ميرونديني، هذه باش كاينه صوص مثلا باش كيخدموا ولا في صاله باش البيصه، ها انتوما الخميره، الفلو، ها انتوما السبن، دامات الزعفران، بومادا الشاطي كشفتها، كيس، ها انتوما ستايل الحار الخل المغربي، زيت العنب، الكيس، الشعبيه الصينيه، وسكسو بلا. الناس اللي ساكنين في تركيا يوم اللي غيعرفوا بلي هذا الشيء كتوحشوا، حيت ما كاينش ما كيتباعش عندنا، هذا الشيء كيجي من المغرب، كيجيبوه ناس من المغرب وكتعاود انت تشري هنا ولا كتوصل شي واحد يجيبوا لك، دونك هذا الشيء شي حاجه اللي زوينه ويلي هواي توحشت هواي. الخوت انا اليوم عندي واحد المشكل جيت بغيت نعاودو لكم حاله مستعصيه، وانا عارف باللي 100% غتفقوا معايا في هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. المشكل اما هو انا من دوك الناس اللي كيموتوا على شي حاجه سميتها رايبي جميله وهواي وميروندينا، اوكي هذه حاجه اللي الحاجه الثانيه شنو هي رايبي جميله وهواي ما عنديش معاهم مشكل، ما عندي مشكل كبير مع الشركه اللي بيمو اللي كتصنع ميروندينا. علاش دابا هذه ميروندينا ديال درهم انا شاريها هنايا في تركيا ب 4 دراهم، ماشي مشكل هذا ماشي سوق هما، مشكل ديال دوك الناس اللي كيعاودوا فيها البيع، ولكن الاشكال ديال درهم شوفوا قداش قد سبعي الصغير ديال درهم ولات ما كتسوى مازال 13 دريال، ما فهمتش انا علاش الشركه بيمو صغرت ميلوندينا لهاد الدرجة ما فهمتش، ودابا ديك ميلوندينا ديال جوج دراهم اللي كتباع دابا بجوج دراهم ولات هي قد ديال درهم اللي كنا كنشريو شحال هادي. أنا كنت كنعقل فاش كنت كنقرا في الليسي والكوليج كنشد ميلوندينا جوج دراهم كناكل فيها من الدار حتى الليسي. دابا الشركة ديال بيمو شنو دارت، زادت من الأرباح ديالها ونقصت من المنتوج، داك ميلوندينا كان تقريبا نغلي واحد شوية قسموه على جوج، عوض ما تحط درهم خصك تحط جوج دراهم فهمتي، حيت هادي ما كافياكش أصلا عارف، ما عندناش مشكل غير بحال اللي بغيتو ولكن غير خلوني داك الشيء اللي مولفين كناخدو زعما زوين، علاش زعما فهمتش، ياك كنتو بديتو هكا كبيرة علاش صغرتوها، ما فهمتش عارف اللي كاين بزاف ديال الناس غيلاحظوا نفس المشكل، غيلاحظوا بلي داكشي ولا كيصغر، وما كرهتش هاد الصوت يوصلوا للشركة ديال والله العظيم، أنا بغيت نعبر على الرأي ديالي كواحد من الشعب، هاوي بعدا دايرة مزيان. أو حاجة واحدة أخرى الخوت، قسما بالله العظيم ما إشهار هذا، وحق لا إله إلا الله ما إشهار، أنا جيت نعطي الرأي ديالي كواحد من ولاد الشعب، حيت أنا توحشت ميلوندينا راه عرفتي شحال سنين هادي ما كليتهاش، هادي أنا عام وأنا في تركيا، فاش وصلتني كعيت، والله إلا كعيت بالله كنقول لها هاني شوف شحال شوف شحال وانا كنلعب بها تشتات مسكين ما بقيتش لا باغي ناكلها صافي والله الا كعيت الحمد لله بعدها هواي باقا كيما هي وماشي اشهار هواي عندكم تبدلوا هذا الشيء ولا صغير ندير خليوني نعرفكم مزيانين. وحاجه واحده اخرى انا ما منيش زعما الشركه ديال بيمو تكع عليا ولا شي حاجه، حيت انا عارف ميلوندينا كتكون باغي بزاف مع لي زانفلونسور وداك الشيء كدير بزاف الاشهار، انا ما منيش الحاجه اللي هماني هو ميلوندينا تكبر صافي. ستوري جاي نوريكم شي حاجه، ها ما كانتش ميلوندينا قد هذه شتي قد هذه تكون كبيره وما غنشبعش حيت كتعجبني، ولكن كعيتوني حيت صغرتوها في خبركم فاش كانت كبيره شحال هذه ما كانوش كيديروا الاشهارات وكانت كتباع، دابا فاش صغروها اشهارات بزاف والو خليو داكشي كما هو ما تخافوا. انتوما شوفوا معايا باش تشهدوا كاملين عارفين لاطاي ديال بوماده صفراء قداش ياك، شوفوا بوماده صفراء ولات كبر من ميلوندينا انتوما، واش ماشي لعبات هذا دابا ها بوماد. انا بقات فيا غير هاد المريدينه الصغيره مسكينه تجرتلات معايا ما دارت لا بيديها لا برجليها، عرفتي وليتي كدير ليها هكا كطيح في دقه ما يمكنش تعطي فيها جوج مرات، عرفتي بحال ديك ورقه الانتخابات كتمشي كتلوح كتصوت ما يمكنش تلوح شويه بشويه بحال هادي بود مشات والله ما كنضحك اخوتي في هادشي اللي كنقولها بصح كعيت حيت كتعجبني ميلوندينا وكيما صدقوش كنت تفكروا غير شحال من درهم خسرت عليهم، اي كون جيت نجمع دوك الدراهم كون راه كنت انا هو مول جينوفا ايطاليانو، دابا تشوف ديك الساعه المنافسه ديال بصح ندير جينوفا قد التروطوار. عرفتي شنو اللي مصبرني على هادشي كامل هي هواي، كاينه هواي زعما انسى داكشي ديال بيني وبين هادي وحق الله العظيم واحد قصه عشقين عارف عالم بها سيدي ربي والله تي. والله واللي سولني شحال باش شريت هادشي كامل اللي شفتو هنا هادشي المواد المغربيه هنايا وحق الله الا شاريه غالي، دابا داكشي كامل رجعوا للسطر الاول غتشوفوا بلي داكشي ما ساوي حتى 150 درهم تقريبا، وحق الله 900 ليره باش شاريه هنا قسما بالله يعني 1043 درهم، عرفتي ملي شفت هادشي غالي هنا لهاد الدرجه هادي قسما بالله الا 20 درهم بالله الوحده، شريت 4 ميلوندينا 4 درهم الوحده، كي غير خوتنا المغاربه اللي ساكنين هنا ديروا معنا مزيان، والله وليت كنفكر نحل شي ماركت كبير هنا غير ديال المغاربه غير باش نقص لهم هاد الثمن هادي يولي المغربي عايش شويه هنا مزيان بالمواد المغربيه.